اخوان السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ولوك ديال اليوم الاخوان ان شاء الله غادي نهضروا على هذه المعيزه. هذه الاخوان شريت هذه المعيزات وتصابت لي وحده فيهم ضربه داك بوظالم، حيت انها البزوله عندها راها بطوله. السيد اللي بيعها لي قال لي بان راه البزوله عندها بطوله، ولكن فاش قلبتها انا لقيتها محجره، وقلبتها وحلبتها لها وهي تخرج داك القيح الحليب مكل. والله يدير الخير. هنا الاخوان راه سارحين جنب الغابه، تبارك الله تياكلوا الورق ديال البلوط وياكلوا شويه ديال الربيع. هنا الاخوان شوفوا هنا فاش نحلب لها هذيك البزوله اللي كانت عندها محجره. هنا الاخوان راه ديجا درت لها واحد الزويته ايوا خويتها لها. الاخوان الحليب اللي كان فيها بحال تكلل، هو الحليب مكلل تيخرج غير بيض. هنا بقيت نعصرها نعصرها حتى بدا تيخرج الحليب مخلط بالدم. الناس الاخوان اللي طاحوا في هذه الحاله يعطيونا من النوع ديال الدواء اللي داروا، واش هاد البزوله واش غادي تعاود ترجع تعطي الحليب ولا لا. تحياتي للجميع. الاخوان ديال البزوله الثانيه تبارك الله يعني راه فيها الحليب، المعزه راه ضاره مسكينه. والله يدير الخير.